حنا هنايا على حاجه وحده هو ان سعد مغربي صديق ديالنا، خصوصا انا من الناس اللي كنعرفو 11 سنه هذه ولا 10 سنين، جيت انا بحالي بحال اي ولد بلاده جا باش يعرف شنو مصير ديال سعد، لانه الشهر دابا ما بقيناش ما عرفنا عليه حتى شي حاجه، ما بقينا بغينا نفهموا. حنا كنثقوا في القضاء الفرنسي، ولكن هذا لا يمنع اننا قلبنا مع ذاك السيد اللي هو خصنا نعرفوا علاش هذه الحاله كامله، يعطيونا يعني يعطيونا شنو هو المشكل، يعطيونا لي ديتاي. حيت كل نهار كنسمعوا حوار في الشكل. اللي بغيت نقول هو ان اي واحد مغربي يدعي مع سعد باش ربي يفك سراحه، وحنا هنا ما جيناش نتصوروا، ولكن جينا باش نوقفوا فعلا باش يوصل للراي العام هذا الشيء اللي حنا كنحسوا به. حنا مجروحين على واحد ولد بلادنا وخونا، خصو يخرج في اسرع وقت. الوقفه اون جينيرال سي لي فان ديال سعد كيف ما كتشوفوا، فوالا تبارك الله عليهم، فوالا وليدات وبنيتات ورجال وعيالات ودراري صغار وناس كبار اللي جايين من عده مدن مغربيه، حاجه وحده لانه تيقين في سعد وعارفين انه بريء وعارفين ان شاء الله هذه سحابه عابره وغادي تدوزوا وان شاء الله حزه تدوز. رسالتنا لسعد راه هي هذه، اننا كنتسطاو عليه وكنحماقوا عليه وكنهبلوا عليه وتوحشناك اصاحبي، صافي دخل بحالاتك ما بقى عندك ما دير تما، فوالا ان شاء الله عن قريب يكون معنا ان شاء الله، وما هي الا حزه وهي دايزه.